هو الواحد يعمل ايه عشان يبقى زي سمج دي؟ هقول اول حاجه انه ممكن يكونوا احسن مني. انا في مستوى دلوقتي هم هيبنوا عليها اكتر. ثلاث حاجات اللي انا افتكرها ان يكون في ايمان تام من اللي بيعملوه، وده بسميه passion. الحاجه الثانيه هي persistence، انك انت تفضل ورا الحاجات دي مثابرة طول الوقت، مش تزهق وتروح تعمل حاجه ثانيه. واخر حاجه هي الهامبلنس، التواضع. لان التواضع ليه حاجتين، واحده انه يقدر تقدر تكلم كل الناس والعيانين خصوصا وتتفاهم معهم بالصف، والحاجه الثانيه التواضع في العلم مهم جدا، لان كل ما تكتشف حاجه هتلاقي في حاجه ثانيه. صح، تطلع دي وتقول انا عظيم. لا لا لا، ما انتش عظيم، ده في حاجه ثانيه. وفي التواضع في العلم والتواضع في اي نصيحه. انا طابع صوره عندي للانبا والناس صغيره كارت كده، كاتب عليها من ورا العياده الخارجيه. اسمع يا سيدي، قول يا ستموني، قول المعجزات اللي السيده العذراء ام كل المعجزات. حصلت المعجزه اللي حصلت مع انا سيمون بنتي. شهيد ماري جرجس، شرطه اخراج الشياطين. لما ماتت جوه اوضه العنايه المركزه في مستشفى الساحل التعليمي. ابونا ياسر ميخائيل، امراض الكلى والحصاوي وكده. وجه البابا كرولوس دخل لما طلبناه. الاشياء المفقوده. دخل بالصليب وحط ايده على راس البنت وقومها في الحال بعد ما ماتت، بعد ما الدكاتره قالوا لي خلاص. قديس ابو لينا، امراض الاسنان. خلاص الموضوع انتهى، بقى في حياتك. ها؟ كلمني 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 كلمني. القديس تيتوس الرسول، امراض العظام. فهمني فهمني فهمني. ما ايه الاسد كده؟ ايه صوت كده؟ المعنى الروحي والمعنى الرمزي هو شنو؟ فعملوا الاعلان العلني لحقوق الانسان. اللي ماشي دوب كده؟ ليه؟ لانه موصل الجوهر بتاع المعنى الروحي والمعنى الرمزي بالظبط كده. ايه ورد الجنايب ده؟ دي اللي صح النايب ده؟ يا عبيد اطيعوا سادتكم، احنا سادتكم. احنا اخوات الراجل ده. معنى روحي ومعنى رمزي كده. اللي ماشي عاكس ده. فانا فهمت، عم هباب اتصرف. ايه الدم السم ده؟ لكن انا هكلم قسيس يختص بالاثنين، عم هباب والواد المصري. اللي يصير اعصابي ده. بالظبط. همنيش كلامهم، طلبت البابا كروس معاه اربع قديسين تاني بس وكلته هو. برسوم العريان، عضه الثعبان. عيب عليك في السن ده. دخل بابا كروس وحط ايده الصليب على راسها قدام دكتوره غير مسيحيه. استعملنا كل ده. وهي اللي حكت لي هذه المعجزه في ساعتها. ايه يا راجل انت ده؟ انا بقول علنا انا اهو. انبشور رئيس المتوحدين، رصد العقارب. شفيع اللي صبح. ماشي طيب. العياده الخارجيه. رغم ان انا شخصيا من كل ما اشوف قديس كروس مغميس يجيلي صداع، صدقني. عيب عليك في السن ده. يجيلي صداع، ايوه يجيلي صداع، لكن انا اطلع منك كل ده. يجيلي صداع، صدقني، لكن هو احنا كلنا لازم نحط امور على المعجزات مع ناس عنده في الصيدليات. كلمني هو قديس كروس مغميس. فهمني يعني هو شفيع اللي صدعي. شهيد ماري جرجس، شرطه اخراج الشياطين. فهمني انت حقائق احبائي. كلمني كلم كلم. يعني لسته اللي تعرف لما يخش المستشفى ويلاقي اجنحه كده هنا كذا هنا كذا. كلمني. قامت البيت والحمد لله بقت زي الفل. فهمني فهمني. ودخلت كلية تعليمها انجليش. رأيت الرب يستقبلني شارب باب العمارة اللي انا فيها. وخدت كلية تجارة انجليش. حاسس بتوتر. ايه ده؟ رأيت الرب يستقبلني شارب باب العمارة اللي انا فيها. ده كده عظمة قوي. ولا امني مش مستعد بابي بيدق بسرعة. دب دب. واتجوزت انجليش.
يا ترى دخلت في باد تريب ولا البلد دي انا بتسيركس؟ ده كده عظمه قوي ولا استطيع ان اصف الفرحه اللي غمرت قلبي. سقف الانبهار فيها فرت كترنج. لا طبعا اتجوز واحد مصري. احنا عاملينها برضو دليل لراغبي الصلوات والبركات. انا مش هستغرب كل ما اذكرها الى اليوم يفيض قلبي بالسجود والخشوع على الرب. لا شفت ديناصور وانا لما مت برضو انا كمان او ماتريك وجريت عليه وقلت له معقول عن نص يعود يسجد يعني انا مت بس في مستشفى الراعي الصالح. انا مش هستغرب لا شفت ديناصور او بطريق اللي هنا في شبرا جنبنا خدوني من هنا على المستشفى ومت القلب وقف على الناس يا وبيسكو وجاي مخصوص علشان تمسك بيدي وتقودني. لا انسى هذه النظرات المطمئنة الحاسمة القوية التي تطمئن القلب الخائف زي طفل لقي ابوه بعد ما تاه عنه. ما ترسلوش يا مصطفى هو بقى حلو خلاص انت عبير ويما. انا جاي معاك فرحة جديدة جريت فتحت له باب العربية اليمين وقف انا فكرة زي الازرة هتدفنوها تطرح عمري ما هبيع احلام لو الشهيد اللي سبقنا خدني على سر ما خليني اشوف شبابنا الرجالة بحق في السجون سنة.